يصادف من الفقير موضع هجة وشديد فاقة لما تتطلبه اليوم العيد من النفقة والكسوة وسائر المؤونة الضرورية. ومن العمل الصالح أيضا الصيام في هذه الأيام، فقد كان بعض السلف يصومون عشرة ذي الحجة وبعضهم يصومون بعضها، لأن هذه الأيام أفضل أيام الدنيا، فيها عرفة الذي قال فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل أيامكم يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل عشية يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء.